الشفافية بتاعتنا بتخلينا نقول ايه المشكلة اللي قابلتنا، طب طريقة حلها وحليناها ازاي، كفاءتنا قد ايه. عايز اقول ان احنا بنشجع ولادنا ومعلمينا، ولادنا وبناتنا طبعا، ما اقصدش لان لما اقول لكم دلوقتي على البنات وعلى المعلمين هتلاقيهم هم اللي متفوقين، ان احنا نخش مسابقات عالمية علشان نبرز المجهود بتاعنا ومجهودهم وموهبتهم. فلما دخلنا مسابقة للمعلمين الموهوبين على مستوى العالم، على مستوى العالم، احنا كنا داخلين بتسع فرق، كان في اصول 10 فرق بس في الفرقة منهم كان والد المعلمة توفى فما قدرتش تروح، فدخلنا بتسع فرق. امريكا كانت داخلة بعشرين فريق، احنا طلعنا اول تاني تالت رابع العالم، امريكا خامس العالم. ده نتيجة ان احنا دربناهم، وقفنا جنبهم، شجعناهم، حكمنا مشاريعهم. وكنت دايما اقول لهم مصر خلاص هتبطل حكاية التمثيل المشرف، يا نروح ناخد جوائز يا ما نروحش خالص. لما دخلنا في مسابقة على مستوى العالم برضو لمعلمي لطلاب العلوم والتكنولوجيا، دخلنا بفرقتين، فرقة بنين وفرقة بنات. احنا عندنا مدرستين من اروع المدارس في العالم، مدرسة العلوم والتكنولوجيا بنين في 6 اكتوبر، مدرسة العلوم والتكنولوجيا بنات في المعادي. البنات طلعوا ثالث العالم. المدرستين دول مطلعين 15 براءة اختراع مسجلة. وبنعمل حاليا، احنا عايزين نصل ان احنا نعمل مدرسة في كل محافظة. في 4 مدارس ان شاء الله يفتتحوا السنة الجاية سبتمبر اللي جاي، في اسيوط، في الدقهلية، في اسكندرية، في العبور. في مدارس هتحط حجر الاساس ليها بس هتخش في السنه اللي بعديها في 6 محافظات تانيين منهم كفر الشيخ والمنوفيه. عندنا عايزين نغير، احنا المناهج بتاعتنا دلوقتي بتتغير باسلوب علمي لان حطينا مواصفات الخريج وبدانا نرجع بيها لغايه ما نصل الى اولى ابتدائي. اللي بيعملوا الكتب دي ناس متخصصين، علماء، اساتذه من المعلمين، من الموجهين اللي موجودين، لان بيقال ان احنا نفس الناس اللي موجوده في الوزاره هي اللي بتعمل مناهج. انا عندي قائمه من احسن اساتذه الجامعه من خبراء التعليم والمناهج مشتركين معانا، والقائمه موجوده ونقدر نبعت لكم نسخ منها. غيرنا زي ما قلنا 30% من المناهج، وفاضل 70 ان شاء الله على السنتين اللي فاضلين نغيرهم هم كمان. عايز اقول ان احنا من احسن طرق التدريس في العالم اللي هي البكالوريا الدوليه. فعملنا مدرستين بكالوريا دوليه، واحده في المعراج في المعادي وواحده في الشيخ زايد. دي مدارس حكوميه بمصروفات بسيطه جدا من 3000 ل 5000، اقصى حاجه فيها 5000، اقل حاجه فيها 3000. نفسي تروحوا تصوروا فيهم، زي ما انا بطلب منكم ان انتوا تروحوا تصوروا في مدارس العلوم والتكنولوجيا وتشوفوا مدى حاجه تفرح. الاولاد بتوعنا بيعملوا اختراعات، بيعملوا ابحاث، بيعملوا شغل كويس قوي. تروحوا تصوروا في مدارس الاي بي. احنا عندنا نيه ان شاء الله ان يبقى عندنا السنه الجايه مدرسه في كل محافظه اي بي، ومدرسه في كل محافظه علوم التكنولوجيا. لازم يبقى عندنا بؤر نور بحيث انها تبتدي هي اللي تشع المدارس اللي حواليها. طيب هنقعد نشتغل افقي كده وخلاص؟ لا، عايزين نشتغل راسي كمان. لازم نتكلم على الجوده. حد يجي يقول لي جوده ازاي وانت عندك فوق 80 طالب في الفصل؟ لا، ما احنا بنبني مدارس عشان نصل الى كثافة قليلة. فعندنا مشروع اسمه المدرسة الداعمة. احنا عندنا 276 إدارة تعليمية على مستوى الجمهورية. هنختار مدرسة من المدارس الحاصلة على الجودة أو المؤهلة للجودة، وهنديها كل الدعم من ناحية المعامل، من ناحية تدريب المعلمين، من ناحية كل الإمكانيات الإلكترونية والمعنوية، وكمان ممكن نطبق عليها مدرسة الاي بي. إذن عندنا بدل ما يبقى مدرسة في كل محافظة، هيبقى عندنا مدرسه في كل اداره تعليميه. طيب المدرسه دي مطلوب منها تعمل ايه؟ بالاشتراك مع هيئه الجوده والاعتماد، ان احنا هنأهلهم تاهيل كامل بحيث ان هم مطلوب منهم ان هم يساعدوا ويؤهلوا 10 مدارس حواليها. يبقى احنا عندنا 276، لما تتضرب في 10 تبقى 2760 السنه الجايه. طيب لو كل مدرسه بعد كده ان شاء الله تبتدي تاهل 10، يبقى دخلنا على 27600. يبقى احنا في سنتين نقدر نؤهل مدارسنا للاعتماد نتيجة انها بقت ذات جودة عالية في التعليم لنص مدارس مصر. ونستمر بقى بحيث ان احنا نصل الى ان احنا ما بنهدفش ان احنا نعمل جودة ونستف ورق، لا، نهدف جودة تعليمية.
وعشان كده زي ما عندنا حاجات وحشه عندنا حاجات كويسه، والحاجات الوحشه دي مش ساكتين عليها، شغالين بنعمل مجهود فيها. انا بقسم بالله العظيم لو نمت 4 ساعات في اليوم اقول انا نمت. ليه؟ لان طول اليوم شغل، طول اليوم متابعات، تقارير، ابحاث، وبعدين مجرد ان اوصل للبيت يبقى مداخلات تلفزيونيه، يبقى مداخلات صحفيه، يبقى كمان قرايه تقارير وبوستة. انا باخد معايا شنط بوستة علشان اخلصها، لان بستحرم ان البوستة تبات، ممكن تكون في مصلحه حد تبات وتتاخر.